أصعب المواقف التي مرت فيك في الإذاعة، إما سواء أخبار أو مواقف معينة مرت فيها المملكة أو مرت فيها الإذاعة نفسها؟ لا والله احنا كنا في إذاعة جدة وتحملنا متاعب حرب اليمن. كانت النشرة عبارة عن ساعة، ساعة ونص نتبادل عليها احنا ايه اثنين، يعني يمكن انا والاستاذ محمد صبيحي كنا نقرا النشرة سوا، نتبادل ميكروفونين، هو يقرا خبر وانا اقرا خبر. هذه الفترة كانت صعبة. اما يعني المواقف الاذاعيه كثيره المواقف، انا مره كنت مكلف بقراءه اقوال الصحف في المساء، واستلمت اقوال الصحف من اداره التنفيذ وذهبت الى البيت، بيتي كان قريب من الاذاعه، كان مفروض اجي اقرا اقوال الصحف على الهواء. هذاك الوقت ركزت معايا الاذاعه الساعه، ما اخذت انتباه، تاخرت عن الذهاب للاذاعه. جاء موعد اذاعه اقوال الصحف، مدير الاذاعه كان في مكتبه، بلغوا انه الخطيب ما وصل عشان يقرا اقوال الصحف. الرجل جمع الصحف من مكتبه وطلع يقراها على الهواء. لما وصلت قالوا لي مدير الاذاعه بيقرا اقوال الصحف على الهواء، بس احسن لك تمشي يعني تغيب يعني. وغبت. ثاني يوم انا مدير مكتبه طبيعي وقابلته، قال لي انا اعرفك انسان ملتزم بس فهمني. قلت له والله انا لا اتعمد الاهمال، بس هذا اللي حصل معي انه ساعه ركزت واشتري ساعه جديده اليوم. إيه؟ قال لي بس لا تعودها مره ثانيه، لانه مدير التنفيذ كان في بيته، لما بلغوه جاء من بيته من شارع الميناء صار يقطع. الاذاعه كانت حساسه، ما تتحمل اي جلطه، ما تتحمل اي وقفه، ما تتحمل يعني لو انقطع الصوت 5 دقائق الناس قالوا لابد في شيء. الاذاعه كانت حساسه. انت تتخيل انك بتذيع يسمعوك ملايين، مش فرد ولا فردين، فيها رهبه. الميكروفون ده هو رهبه، الميكروفون يخيفك في الاول، لكن في الاخر تاكله انت، تعتاد عليه. اي تاكله تاكله. ابو محمود انا سعدت اليوم بهذا اللقاء الشيق.